غادي في راسك كي تقعد ترابانتي من لي زابليكاسيون تاع المانيا غادي تكذب ما دام تعلم اللغه غادي تعلم اللغه تهضر معاها فوس او هند كيما قال لك بيديك وكعيك تهضر معاها قادر تجي عندك تلاقى انت وياها بشويه لاباس تري بيان كيما كل خطره جبت لكم ضيف اليوم اكسيبسيونال ضيف عزيز عليكم بزاف انسان زين انسان عنده اكسبيريونس اللهم بارك انا واحد من الناس نتعلم من عنده ندي من عنده ونتعلم من عنده المثابره تاعه والشجاعة تاعه والإكسبيريونس تاعه اللي فوتها في ديال الغربة راه معانا واري جرماني السلام عليكم أحبابنا والسلام عليكم حمزة حبيبي خويا وهو ثاني منها نتعلم من حمزة ونتعلم من ولاد بلادنا اللي زونسيا في الغربة أخوتي ما تعلمش من واحد ما راحش لوروب تعلم من واحد راح لوروب ديجا وعنده إكسبيريونس عنده تجربة تعلم دار لي فوت ما يبغيش تح فيهم دار صوالح ملاح يبغيك تديرهم تاني راك فاهم نبارطاجو معاكم معلومات اللي نعرفوها واللي ما نعرفوهاش نقول لكم خوتي هذه ما نعرفوهاش انا شحال من واحد يخصني في حاجه نقول له ما نعرفهاش شخصي حمزه شخصي فلان شخصي فهد راه في اسبانيا شخصي واحد راه في فرنسا حاجه اللي نعرفها انا فايت عليها نمد اكزومبل عليها نمد تجربتي اللي عشتها بعد ما عشت انا تجربه تاع 5 سنين تنجم تقول باقي لي شهرين ونخفر 5 سنين هودوني ترحيل من المانيا وبدون جواز سفر وكنت قطع لي باش يهبطوني وعطوني للبلاد ما قريتو كنت طايح يعني بجنسيه مغربيه وكلشي من بعد زفيت روحي انا وليت نعيط للبلاد وعطيتهم دليل بلي انا جزائري فهموني بلي انا جزائري ورحلوني فوالا مالغري لا فوت ماشي تاعك قلت ليكسبيريونس وقلت ليكسبيريونس شوفوا خوتي حنا بكري المشكل ما كانش عندنا السوشيال ميديا وكاع ما كانش عندنا اللي كان يورينا اللي يعطينا معلومات اللي يقول لك حرز اللي يقول لك من تدخل البلاد شنو لازم لك دير شنو ما لازم لكش دير باش تختصر سنوات طويله وباش ما تطيحش في غلطات اللي تندم عليهم ولكن مين تندم عليهم تندم عليهم من فوق طاقتك انت ما بغيتش تطيح في دوك الغلطات والمشكل هو الاكسبيريونس بكري الناس ما كانش توعي ما كانش السوشيال ميديا ايضا كما غادي يحكي لكم واري الاكسبيريونس تاعه اللي فوتها في المانيا وكيفاش راح لتركيا وكيفاش السنوات تاع الكفاح هذه وتاع المثابره اللي قضاها في ديار الغربه تفضل واري خويا احكي لنا كيف جاتك الفكره تطلع لديار الغربه ولي ستاج كيما نقولوا حنايا اللي فت عليهم حتى ستاج تاع الوحش انا ستاج تاع الوحش في المانيا نقولهم ستاج تاع الوحش غادي يعطيكم العده ويعطيكم الاكسبيريونس ويعطيكم المعلومات وربي يسهل عليكم خوتي وان شاء الله بربي قاعد تنجحوا تفضل واري خويا اليك الطابارو الحبيبي شكرا خويا خوتنا الاعزاز انا كانت الانطلاقه تاعي من هذه المدينه إذا كنت تسمعوا فينا خلوا جامعة حاجة الأولى خلي جامعة وبرتاجي فيديو مع أحبابك يعني بغينا نحو الغربة باش نكونتينو ما نحبسوش التجربة الخبرة الأولى تاعي الديبلاسمون كان منا من الوهرن إلى إسبانيا رحت في موتر ترونشوفو أنا 20 واحد وخلص 700 و600 مش كما دروك راهي 150 و130 لقيت روحي في إسبانيا بعد 14 ساعة في الماء سلكونا لا مارين كوازا الروخا داوني للسونت ردوني خير بيبي راني نقول لك الله يبارك تهلاو فيا فري غاية قعدت كان جور عندهم طيحتني الاباري مينور مولا 17 انا كان عندي 20 دروك عندي 32 عام خرجت من اسبانيا بعد مده تاع 15 يوم طلعت لفرنسا قعدت يومين شفت سيتياسيون تاع ولاد بلادنا كيش عايشين منا ما عجبتنيش عندي واحد صاحبي قال لي ننصحك راني عايش في الالمان غادي نجي نديك كاين في الالمان غادي يعطوك سكنه غادي كاين غادي يديروا لك شهريه غادي تقرا غادي تخدم كاين النساء دروك هنا انا مقلقين وانت نشوفوا شعر الاصفر شعر الاصفر ونعيش زبادي زربع فينا زربع في كل مكان جا عندي صاحبي الباري رفدني من باريس رحنا بورت لا شابيل 18 ركبنا في الكونفاتيراج رحنا لبلجيكا بروكسل ابري دخلنا على لياج بقيت روحي في اخن جيت نزل من الترام قبضوني بوليتزاي قالوا لي شجيت هنا دير عطينا باسبورت ولا حاجه ما كنت هضرت لغه والو مكاني المانياني والو مطرديني سنه سته خوتي كان لي فرونسي ني والو ني انجليش ني والو ايا دخلت صاحبي كان مقريني بلي نطيح فونو ونقول لهم ازيل قلت لهم ازيل طحت فونو ازيل اسمح لي واري ازيل معناتها اللجوء الانساني ماشي اللجوء السياسي واه لجوء انساني واه كيما نقولوا اي مهاجر كيطلع اوروبا ولا يعني اوروبا هذه البلاد عظمى كيما المانيا ولا سويسرا ولا هولندا حق انساني عندك حق انساني باغ اكزومبل عندك شويه تسكن وما عندكش باش تداوي من يدبروا لي صانهم هما يرفدوك صافي فهمت 15 يوم عطاوني ستوديو رحت لدورتموند عطاوني سيفيه تاع تران درت لازيل تاعي قبلوني كيما نقول لك قبلوني على بالي بلي غتكتب لي تقول لي عطوك الطرد ومن هنايا عطوك الطرد بين بعد مده طويله صح حتى شوط روحي هنا باش عطوني الطرد المهم عطوني سكنه فوتوا لي على صحتي سكانير من هادي بصموني انترفيو كبير انترفيو صغير صنعوا لي اوزفايس تاعي نكوه شغل نكوه يعطوك باش تمشى بها ودايرين لك حدود
ما تنجمش تمشي بها كاع في المانيا، يعطوك كارطة تاع الشفاء كيما نقولوا تاع تخدم بها سنيك، تبلومبي بها سنيك، الا تكون مريض تكون عندك واه مريض ولا من دير بها اوبيراسيون، دير بها عندي صاحبي انا دير بها اوبيراسيون في الجنوب، كان جوار تاع بوله. هذه هي زيد كمان هذيك البطاقه اللي كارتشي فيها كيما عندنا في الجزائر اسمها اوكا في المانيا، صنعوا لك كارطه بطاقه بنكيه اسمها شباركاسا، يوروا لك السوسيال تاعك وين تخلص، هاي لا سكنتك، عطوني كل شيء خوتي من المخده من المغرف من الكياس من السكنه الخطا كل شيء. ابري امور سي لي سوسيال قال لي هنا شوله تروح تقرا، تتعلم شويه لغه، شويه زبادي ساعه ساعه منا ساعه ساعه منا، تخرج بالويكاند تسهر، هذه ديزلدورف على شطاد، هذه ديسبورغ، هذه اوبر هاوس، هذه وراك الدور وراك تتعلم تركب صحيح. والغلطه الاولى اللي جات نديرها في شهرين الاول ما لقاش اللي فطرني، نركب ماشي لي شتيكي، اركب في الترانات ايوا ما كانش اللي يوري لك وما كانش اللي يوري لي، يديروا لي شطرافه كي كان 40 اورو دروك لي 60 اورو ندير شطرافات ما خممش. من بعد بشويه بداو الناس يضربوا بيا صحاب الكواطه مغاربه، اروح نوري لك من نديك الانتاسبور، نديك الديكاتلون، نديك الميديا ماركت، منا سهلوها لك يردوها لك جنة، يديروا لك والو انت تجيب لهم منا، يدي لك بنصومه انت زاد في حيط شطرافات يطلعوا مع كنت في اليونغا لي بروسي، معناتها شطرافات لي بروسي واه يديروا لك لي بروسي، اصحاب الغربه غادي يفهمونا، ولا راكم في البلاد راكم تتعلموا خوتي، ما مش الجماعه اللي راكم في المانيا خوتي ما تحرقوش رواحكم في الركبه شو تيكي صحيت. اسمح لي غير نقطع لك الكلام واري خويا، اسمح لي راجل زين تفضل. شطرافات خوتي معناتها لي بروسي، على بالي باللي غادي غادي يغرك الشيطان، غادي الظروف تانيك ما عندكش دراهم ومنه وكذا، غادي تروح مانيش عارف تخون القش ما تركبش ما تخلص تيكي ومنه وكذا. انا ننصحك اخي الفاضل الا درت مشكله وعطاوك بروسي خلصها غير بشويه. كاينه واري غات تسالونغ هايس اوف دويتش لازم تخلص 10 اورو، غات تسالونغ خلص 10 اورو في الشهر وتتهنى في راسك، باسكو غادي مين تجي تزوج هو غادي يجبدوهم لك. واه يجبدوا لك كل شيء. مين تبغي ترفد اوز فايس تاعك ولا تبغي ترفد اقامه ولا يجبدوا لك كل شيء. مام. لهذا صفي روحك. مام غي يعطوك الاوز فايس تاع 3 شهور ولا 6 مو، كي تروح تبدله في الاوصله ما يهرب يجبد لك زب لك كاع اللي دايره. يجبد لك كاع البوبعران اللي راك دايره، بوعاير، بوعاير كاع يجبده لك، زعما غير ما تبقاش تلعبها. واه يقول لك على بالهم كل شيء اش راك دير برا، تما يقول لك قردها ويولي يقول ولا كنت تشرب انسان تا سكرجي خويا باغ اكزومبل. واه تبغي تا البارانوياك. واه اي هذاك سوسيال دراهم اللي يعطيهم لك ويشوفك دير المشاكل ومنا يحبسوا لك الدراهم اللي يعطيك الكوتشاين. صح. تشري به غير الماكله ما تشريش به الشراب. اذا كنت انسان تا ضايع تشرب وكل شيء حبس عليك الشراب خليه غير بالويكاند. حبس خويا حبس. برتف خويا. برتف غير لافان سومان صاحبي هذا ما كان. الفوخان عند هذا ما كان. وبشويه بشويه غادي تخلص منه هو كاع صراحه. واه. احنا ما غادي نلعبوها لكم ملائكه، ما نلعبها لك طالب علم انا. هذه هي. كاينه. ما حال الزوجة خوتي بعد ما يعطيك كي تحوس على الشولة وتروح تقرا راك تتعلم في اللغة نهار زوج سيمانة 10 ايام شهر التلفزيون في الدار الموسيقى الميكيات لي زانفورماسيون تبدا تفهم شكاين شرا يدور في هذا المجتمع تولي تعرف نسائهم شا يبغوا كي يديروا يتقابروا كي يدير تكسب بثقتها كي يدير تولي تجي عندك وتروح عندها تضلش على كواط والزواج تضلهاش قعدوا ما تبدلهاش كاع قعدوا غير في الحب قعدوا غير في الحب غير في الحب والورد وخرجات ومنا وصاي ما غادي تكونسومي لك الدراهم ما غادي تكونسومي لك لوطو كبير خشينه ما والو خويا العزيز لازم تفهم بارك الله فيك لازم تفهم باللي هذه المراه تبغي اللغه تبغي رومانسيه تبغي لا كونفيونس ما تبغيش الضرب وما تبغيش العنف صحيح ابخي مرحله زوجه اللي تنافيكي خدمه سموك تنافيكي خدمه سهله مهله كاين واحد واحد البيرويات كيما البيرو مانداف روح تعطي اوزفايس تاعك يدبر لك خدمه تخدم سومه قليله بصح تانتيغرا في المجتمع كي تانتيغرا في المجتمع صاي دروك بديت تعرف راك عارف روك المراه اللي غتصرح لك للزواج اللي ما غادي يصرح لك للزواج والولاد ما تجيبوهمش مع نيمبورت هذه هي النقطه خوتي اللي رانا باغي نحكي لكم عليها الولاد ما تجيبوهمش مع نيمبورت خوتي العزاز علاش باسكو انا صرات لي لقطه وراني سوفري جوسكا ميتنون صافي 6 ولدي مازال ما شداش نشوف غير في لي فوتو انا ثاني كنت عايش في دورتموند وكنت نعرف واحد من كولن وجبت معاها ولد وكانت تقول لي نديروا فاميليا صغيره وهادي وهادي ابخي رفدت الكرش ولات الشفانقه دارت عليا وما تعرفوش بيا صح وما عيت نجري ونطيح ونوض وجوسكا ميتنون مازال نجري ونطيح ونوض وداروا لي تصفير من المانيا وهبطوني للبلاد وما كانوش يعرفوا لي نامين وكنت طايح فونو وما كانش عندي جواز سفر وهودونا السلطات الالمانيه من فرانكفورت الى غايه الجزائر وريحت هنا عامين وعاود سافرت وراني عايش في تركيا الوقت الحالي يعني 3 سنين راني متغرى في اسطنبول معلومات الهجره على اسطنبول كاع عندي تبغوا تدخلوا عندي مرحبا دخلوا عند واري خوتي تدوا معلومات على معلومات اسطنبول تدوا على الاخر على الهجره على البلقان مرحبا بكم احنا ما كاش اللي كان يقولنا هذه المعلومات يقول لك حرز روحك ما تقلقش تجيب الاولاد